السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية. تفتكر يعني إيه برنامج وإيه الفرق بينه وبين السوفت وير؟ يعني إيه لغة برمجة وليه في لغات برمجة كتيرة موجودة في السوق وفي العلوم الحاسب؟ النهاردة إن شاء الله هنجاوب على كل الأسئلة دي، يلا بينا. في البداية البرنامج هو عبارة عن مجموعة من الأوامر اللي ورا بعضها اللي بتكون مكتوبة بلغة من لغات البرمجة واللي الكمبيوتر بينفذها عشان ينفذ تاسك أو مهمة كبيرة مطلوبة من البرنامج ده. مثال على التاسك أو المهمة اللي ممكن البرنامج ده يكون بينفذها، لو أنا عندي برنامج بيرن في شركة مثلا أو في شركة بتستخدمه والشركة دي عايزة تعرف مثلا مين العملاء اللي عليهم فلوس بحيث انها تقدر تطالبهم وتاخد الفلوس دي منهم، فاحنا عايزين كل عميل نعرف اذا كان داين او مدين للشركه، فاحنا هنشوف كل عميل اشترى بكام من الشركه ودفع كام، نطرح الاثنين دول من بعض ونطلع ريبورت في الاخر او تقرير بيقول ان مجموعه العملاء الداينين للشركه اساميهم كذا وكل واحد داين الشركه مبلغ قد كده، مجموعه العملاء المدينين للشركه اساميهم كذا وكل عميل مدين للشركه مبلغ قد كده. العمليات اللي احنا عملناها في البرنامج ده هتكون واحده من اثنين، لان دول النوعين بس البروسيسور بينفذهم زي ما قلنا قبل كده. النوعين دول اللي هم اريثماتيك اوبريشنز، يعني عمليات حسابيه زي الجمع والضرب والطرح والقسمه، او عمليات منطقيه او لوجيك اوبريشن زي المقارنه، هل مثلا المشتريات بتاعت العميل اكثر من اللي دفعه ولا لا. والعمليات اللوجيك برضو مثال عليها تاني زي الاند والاور، بس ده ما تستخدمتش في البرنامج ده. بكده نكون عرفنا يعني ايه برنامج. طب ايه الفرق ما بينه وبين السوفت وير؟ السوفت وير هو عباره عن برنامج بس كبير شويه او بينفذ فانكشناليتيز كتيره، فانكشناليتيز يعني وظائف كتيره جدا تهم المستخدم اللي هيستخدمه. مثال على سوفت وير حاجه بنسميها الاي ار بي سيستم بقى، او نظام اداره موارد كامل بالنسبه للشركه دي، مش بيعمل بقى يطلع داين ومدين للشركه بس، ده بيحسب ايه اللي موجود في المخازن، العملاء كلهم مين داين ومين مدين، اصناف الناقصه في المخازن، بيحسب كل العمليات دي في بالنسبه للشركه، عشان كده بنقول عليه سوفت وير مش بنقول عليه برنامج. بعد ما عرفنا يعني ايه سوفت وير وبروجرام او برنامج، يعني ايه اصلا لغه برمجه اللي بيتكتب بيها السوفت وير والبرامج دي. لغه اساسا هي عباره عن طريقة بيتواصل بها طرفين مع بعض، في الطبيعي بيكونوا اتنين بشر بيكلموا بعض. دلوقتي احنا عايزين البروجرامر اللي هو الانسان يتواصل مع الكمبيوتر اللي هو الآلة عشان يفهم البروجرامر ده عايزه. الانسان بيتكلم لغة البشرية اللي احنا بنتكلمها سواء كانت عربي انجليزي، والكمبيوتر بيتكلم لغة اسمها الماشين لانجوج زي ما قلنا في البداية، انه ما بيفهمش غير صفار وحايد بس، يا صفر يا واحد، اللغة دي بنسميها الماشين لانجوج. فدلوقتي عايزين لغة بقى في النص نقدر نترجمها او نترجم لغة الانسان دي منها للغة الماشين لانجوج اللي الكمبيوتر بيتكلمها. عندنا لغات كتيره جدا ممكن نستخدمها زي السي بلس بلس، زي الجافا، زي السي شارب، زي البايثون، زي البيرل، زي الروبي، لغات كتيره جدا جدا موجوده عندنا نقدر نستخدمها في التواصل ما بين البروجرامر اللي هيقول للكمبيوتر ايه البرنامج او ايه التاسك او ايه المهمه اللي المفروض ينفذها منه. نيجي دلوقتي للسؤال المهم، ليه في لغات برمجه كتيره جدا لما ممكن نكتفي بلغه واحده يتواصل بيها المبرمج مع الكمبيوتر يقول له ايه المهمه او التاسك اللي المفروض ينفذها؟ مثال اللي احنا قلنا عليه قبل كده، مين من العملاء اللي بيتعاملوا مع الشركه دول داين ومن منهم مدين؟ والاجابه ببساطه جدا، هو ليه في اكتر من موبايل موجود في السوق، مع ان ممكن يبقى في موبايل واحد يقدر يقوم بالمهمات دي والناس كلها تشتريه ويكون الناس كلها تبقى مبسوطه. وفي الواقع الناس مش هتبقى مبسوطه لان احتياجات الناس مختلفه وعايزين فانكشناليتيز او وظائف مختلفه من الموبايل، وبالتالي في واحد عايز موبايل فيه مجموعه وظائف تختلف عن اللي التاني عايزها، وبالتالي في اكتر من موبايل موجود في السوق. لنفس السبب في عندنا اكتر من لغه برمجه موجوده في السوق، لان الوظائف اللي احنا عايزين الكمبيوتر ينفذها بتختلف، والمجالات اللي احنا ممكن نكتب فيها برامج مختلفه. طب هي ايه اصلا المجالات والبرامج اللي احنا ممكن نعمل برامج او سوفت وير في المجالات دي؟ اول مجال او اشهرهم اللي هو الديسكتوب ابلكيشن، انت تعمل ابلكيشن او برنامج يرن على الكمبيوتر اللي هو اللابتوب او الديسكتوب الموجود عندك في البيت، زي البراوزر الموجود عندك اللي انت فاتح منه صفحه الويب اللي قدامك دلوقتي، زي برامج الفيديو والصوت اللي بترن عندك بتشغل منها الميديا المختلفه اللي عندك في الكمبيوتر. والنوع ده من الابلكيشن او الديفلوبمنت بنسميه الديسكتوب ديفلوبمنت او الابلكيشن ديفلوبمنت. عندنا نوع تاني من الديفلوبمنت اسمه الويب ديفلوبمنت او تطبيقات الويب. تطبيقات الويب دي اللي هي البرامج اللي هترن على الويب، الويب اللي هي شبكات الحاسب، هنتكلم في حلقه مستقله عن يعني ايه شبكات اصلا وشبكات الحاسب وانواعها. يبقى الابلكيشن اللي هترن على الويب زي البرنامج او الفيسبوك اللي انت مثلا فاتحه او اليوتيوب او غيره، كل البرامج دي مكتوبه بلغات
او في مجال بنسميه الويب ديفلوبمنت، عشان كده محتاجين لغات للويب ديفلوبمنت. مجال تاني زي الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي ده مجال واسع وجديد معمول عشان يحل مشاكل الكمبيوتر ما كانش بيقدر يحلها قبل كده. الكمبيوتر شاطر جدا زي ما قلنا ان هو يحل مشاكل ليها سيكونس، تتابع من الخطوات عشان يوصل للنتيجه او المخرج النهائي، زي مثلا ان انت تديله معاملات معاملات معادله من الدرجه الثانيه، فهو هيطبق في القانون العام يطلع لك الجذور اللي هي اكس 1 واكس 2. حاجات اللي بالطريقه دي الكمبيوتر شاطر جدا ان هو يحلها، بس الكمبيوتر ما يقدرش يحل مشكله زي ان هو نصور له مثلا نحط كاميرا في عربيه والكمبيوتر يشوف الصور اللي هتيجي من الفيديو ده ويقدر يعرف ان في هنا رصيف وهنا عربيه وهنا ده عربيه اللي ماشيه قدامك وفي واحد بيعدي الشارع. زمان ما كانش يقدر يحل بروبلم زي دي، دلوقتي يقدر يحلها بانه يتعرف على الكلام ده باستخدام مجال اللي احنا بنسميه الارتفيشال انتليجنس. وبقى عندنا ابلكيشن زي تسلا، عربيه تسلا تقدر تعمل حاجه اسمها سيلف درايفنج، ان العربيه تمشي لوحدها من غير ما يكون حد بيسوقها اساسا. المجال اللي بعد كده زي الجيم ديفلوبمنت، الجيم ديفلوبمنت اللي هي برمجيات اللي هتستخدم في الالعاب. الالعاب محتاجه لغات برمجه مختلفه شويه، محتاجه حاجات تسهل علينا ان احنا نعمل نرسم اوبجكتس، الاوبجكت دي هنقدر نحركها في سين او هو الخلفيه اللي موجوده، نقدر نرسم السين ده زي مثلا كراسي ومكتب وطريق وعربيات والحاجات دي كلها، والحركه دي بتحتاج عمليات حسابيه كتير جدا، فاحنا عايزين لغات برمجه تكون سريعه تاهلنا ان احنا نقدر نعمل الكلام ده. ومجالات تانية كتيرة جدا ممكن ما نتطرق لهاش دلوقتي، فعشان كده عندنا لغات برمجة كتيرة جدا زي C++ اللي بتستخدم في الجيم ديفلوبمنت وبتستخدم في الارتفيشال انتليجنس لانها سريعة، عندنا الجافا مثلا بتستخدم في الالعاب، عندنا PHP والبيرل والروبي بتستخدم في الويب ديفلوبمنت، عندنا البايثون والبرولوج بتستخدم في الارتفيشال انتليجنس وهكذا. دلوقتي نكون وصلنا لنهاية الحلقة واضفنا حاجة جديدة وهو سؤال الحلقة، ممكن تكتب لنا في كومنت 5 لغات برمجة سمعتهم في الحلقة وتقول كل لغة بتستخدم في ايه. في النهاية شكرا لكم، السلام عليكم.